بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. النهارده هنتكلم عن مجربه قويه جدا وخاصه للبشره الجافه ومشاكلها. مجربه النهارده يا جماعه بتقاوم التجاعيد، بتقاوم الاثار الحبوب، بتقاوم القشر او القشور اللي بتبقى او اللي بتكون بتظهر دايما مع البشره الجافه. المجربه بتاعتنا بتحتاج ترتيب بس بسيط، واحنا بنعملها ونعرف هنعملها ازاي حتى نستفاد منها. وهي التلات عناصر الاساسيه فيها تلات انواع زيوت: زيت السمسم، زيت الجوجوبا، زيت اللوز الحلو. يبقى زيت سمسم، زيت جوجوبا، زيت لوز حلو، دول التلاتة الاساسيين. يجي حد يقول لي انا عندي لوز مر، اقول له شكرا، احنا قلنا زيت لوز حلو. طيب التلاتة دول مع بعض بمقادير متساويه، وهقول انا مقادير علشان ما حدش يتلخبط بعد كده ويرجع يقول انا ما استفدتش منها. هنقول مقدار ثابت من كل نوع من انواع التلات زيوت دول. هنقول ثلاث معالق كبيره مثلا بالحجم ده، وزي او مقادير متساويه، يعني يكون قريبه منها ثلاث معالق من، يبقى من ثلاث انواع الزيوت اللي اتكلمنا عليهم ثلاث معالق زي دول. وهنبدا نخلط مع بعض بالترتيب. ادي زيت اللوز الحلو الثلاث معالق، وهنا زيت الجوجوبا وده زيت السمسم. يبقى انا كده اضفت مقادير الزيوت. طيب مقابل لكل مقدار زي ده بنضيف لهم ملعقه صغيره من زيت حبه البركه. طيب من الفوائد يا جماعه زيت حبه البركه، اولا يعني اول شيء ان هو يعتبر مضاد حيوي قوي جدا للبشره. اولا بيقاوم الفطريات، بيقاوم البكتيريا، بيقاوم المشاكل دي كلها. يبقى احنا ضفنا ملعقه صغيره للمقادير السابقه من الثلاث زيوت التانيين، يبقى ملعقه صغيره من زيت حبه البركه. وهنلاحظ ان في زيوت مختلفه في موجود، يعني تلاقي كل زيت منفصل عن اخر لاختلاف الكثافه واختلاف الطبيعه. طيب يبقى احنا كده اضفنا الزيوت بتاعتنا واضفنا لهم زيت حبه البركه. انا هنا بنضيف لهم ملعقه كبيره من للمقدار السابق عشان ما حدش يتلخبط من الفازلين، ولكن هو نلاحظ ان هو سايل هنا لان انا مدفيه حتى يبقى سايل معايا عشان يبقى تقليبه سهل. هنلاحظ حتى مجرد ما ينزل هنلاقي فيه اختلاف شويه. بسرعه ببدا عمليه التقليب للمكونات بتاعتي، ومش انا ابص اقول خلاص ده زيوت هي تختلط بعدها، لا لازم التقليب الجاي. بعد التقليب الجاي بتركها ما بستعملهاش في نفس اليوم، وكل ست ساعات او كل شويه اقلبها لحد ما احس ان هي مختلطه كلها مع بعضها، وهنا يبقى ريحتها طيبه لان زيت حبه البركه هيعطي لها ريحه طيبه. طيب طريقه الاستعمال بقى، هو يعني في الحالات الشديده، حالات الجفاف الشديد، المفروض قبل ما نعمل شاور مسحه خفيفه على المناطق، لان البشره كلها ما بتبقاش فيها الجفاف الشديد. يعني في مناطق معينه اللي بتعمل قشر بتبقى حس ان هي فيها خشنه، بنعمل عليها مسحه خفيفه قبل الشاور او قبل ما اغسل، مسحه خفيفه خالص مش دهان كتير، واخد الشاور بتاعي. طيب طريقه الاستعمال بقى العاديه هي مسح خفيف ايضا على بشره الوجه كامله قبل النوم. طيب قبل النوم لو انا بنام 3-4 ساعات، الناس اللي حظهم حلو بيناموا فتره كبيره مفيش داعي يعملوها وهم صاحيين، يبقى يعملوها افضل وهم صاحيين، وما بنتركوش على البشره اكتر من 3 ساعات، يعني اكتر من كده. وبنغسل، بنغسل بايه؟ بنغسل بالشامبو بتاعنا او الصابون بتاعنا اللي هو مخصص للبشره الجافه. طيب في سؤال دايما بيقابل الناس، يقول لك اصل ده فيه زيت لوز حلو، ده فيه زيت جوجوبا، ده زيت سمسم، ده هيغذي الشعر بتاع الوجه. اولا الشعر الوجه غير شعر الراس غير شعر كذا، كل شعر منهم له طبيعه، والا كنا لقينا الشعر بتاعنا بتاع الوجه وهو بيطول كان يبقى طوله 30 سم و40 سم، الشعر ده بيختلف، كل منطقه الشعر اللي فيها بيختلف عن الشعر الاخر. تاني حاجه ودي مهمه نعرفها،
الخلط بيغير طبيعة المكون. يعني زيت مثلا السمسم اللي هو بيطول الشعر، لو احنا خلطناه مع الفازلين بيختلف، بتختلف الطبيعة وبتختلف المعطيات نهائي، لان ده اصبح خلطة بيدي مكون جديد. للناس اللي بتبقى يجي يقول لك ايه، ياخد من خلطة عنصر واحد ومطلع لك يقول لك ايه اصل الزيت الفلاني ده بيعمل كذا. يا حبيبي انت فكرت، انت شفت الخلطة ايه، انت بتفتي وخلاص. زي يقول لك زيت الخروع بيعمل كذا، يا حبيبي ده لو مخلوط في شيء. زيت الخروع المخصص للشرب غير اللي هو الصحي اللي هو بيتباع في الصيدليات، هو بيختلف عن الزيت المخصص للشعر. ده بيبقى عصرة وده عصرة، وبيبقى ده متعرض لفلترة وده متعرض لنظام. دي قصص صناعية مش مجالنا. لما بنقول الخلطة، الخلط بيغير طبائع الأشياء. ويبقى يقول لك تستعمله قد إيه؟ تستعمله لغاية لما الحالة تروح. طب هل هشفي نهائي؟ مفيش حاجة اسمها شفاء نهائي. ولكن هنا أنا بمنع الأمر. يعني إيه؟ يعني ده طبيعة جسمك كده، طبيعة حياتك، تكوينك كده. واحد عنده قصور في أمر معين، يبقى لازم يعالجه ظاهريا ويعالجه داخليا. العلاج الداخلي بيكون بالتغذية. طبعا مش موضوعنا النهارده، احنا بنتكلم هنا عن علاج مشاكل البشره الجافه ظاهريا، يعني من الخارج. والى لقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.